السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم يوم فيديو جديد إن شاء الله. نتمنى يلقاكم في أحسن أحوال وفي صحة جيدة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم الوصفة ديال كالينتي. عندي هنايا نص كيلو ديال الدقيق ديال الحمص، وكسلة روب ديال زيت الزيتون، وجوج بيضات، وغادي نحتاج الملح على حسب الذوق، والكمون إن شاء الله. غادي نبدأ، غادي ناخذ واحد الاناء يكون شويه كبير باش يتسع لينا المكونات كاملين. غادي نحتاجو ان شاء الله، غادي هاد الوصفه غادي نخلطها ان شاء الله بجوج لتر ديال الماء ونصف. هنايا غادي ندير البيض، وغادي نضيف عليه زيت الزيتون والملح والكمون، غادي نطربهم واحد شويه. ومن بعد غادي نضيف ان شاء الله الماء كما قلت لكم جوج لترو ونصف، هي اللي غادي تكفانا في هذه الكميه ديال الدقيق ديال الحمص. إذا بغيتوا ديروا المقادير ناقصة، ديروا ربع كيلو ديال الدقيق ديال الحمص، غادي تقسموا المقادير على جوج. أنا استعملت 500 غرام، غادي ندير معها جوج لترو ونصف ديال الماء. غادي نضيف الدقيق، وغادي نبدأ نخلط شوية بشوية. ما تخافوش، واخا اللي يدير لكم هكذا راه ما كيتحبب، ما كيتكور، ما والو. الدقيق ديال الحمص الا بغيتو تاخذوه بحال ملي كيكون وقت ديال الصيف، كيكون الحمص موجود وبثمن مزيان، من الاحسن الواحد ياخذ واحد الكميه ويغسلو وينشفو مزيان، يديرو حتى تغسلو الزراعه ولا تيبسوه تديو المطحنة طحنو، من الأحسن. يبقى لكم الدقيق ديال الحمص طري وزوين وكتمصوب على اليد، لأن كيبقى هو مزيان تضيفوه حتى في مع العجينة، يمكن مع الخبز تضيفوه دائما. منين تبغيو تعجنوا الخبز ضيفوا واحد المعلقة ديال الدقيق ديال الحمص، راه كيجي زوين في الخبز. صافي، غادي نبقى نخلط هكذا مزيان غير بالطراب اليدوي، وتبقاو تضيفوا الماء حتى تكملوا ان شاء الله الكميه ديال الماء كامله. ما تخافوش، واخا يجيكم هكاك خفيف ولا شي حاجه، راه هكاك هي كيجي القوام ديالو بحال هكاك. فاذا بغيتوا تحصلوا على الدقيق ديال الحمص الصحي ونقي ومزيان، تاخذوا الكميه في المطحنه، ما كيبغيوش يطحنوا لكم جوج كيلو او لا 3 كيلو، من الاحسن واحد ياخذ الكميه من 8 كيلو الفوق، او لا جوج يشتركوا في واحد الكيمياء ويطحنوها من الاحسن، كيبقى لكم مزيان. حتى الا بغيتوا تحافظوا عليه راه يمكن لكم ديروه في الكونجيلاتور، بالحق يكون في شي شكاره ديال الثوب او لا في شي منديل ديال الثوب، تسدوا عليه مزيان وعاد ديروه في بلاستيكه، عاد ديروه في الكونجيلاتور، راه كيبقى مزيان. غادي نزيد نضيف الماء، وغادي نبقى نخلط حتى نكمل جوج لترو ونص ديال الماء. اولا الا بغيتو تحافظوا عليه يبقى لكم في الدار، ديروا فيه شويه ديال ورق الراند وشويه ديال حبوب ديال الابزار، راه ما كيتسوس، ما كيخسر، ما والو، راه كيبقى. انتما كتشوفوا كيجي ما فيه لا كويرات لا والو، ساهل في التحضير ومقوي وغني بالحديد ومقوي لجهاز المناعه، يعني مزيان هكذا تخلطوه تعطيوه للوليدات كيجي زوين. واكله شعبيه معروفه في الشمال بزاف، وحتى في الشرق معروف كالينتي او كاران كما كيقولوا، كل واحد وكيفاش كيسميه. غادي نغطيه واحد ربع ساعه بيد ما يسخن الفران. غادي ناخذ واحد المول، غادي ندهنو بالزيت. هاد المول عندي فيه في الطول 35 وفي العرض فيه 23 سنتيم، باش ما يجيكش لكم كالينتي ديالكم غليظ.
هذا انا راه مول فكندير كيجيني العبار هو هذاك مع هذا المول هذا حتى هو فيه في الطول 28 سنتيم وفي العرض 20 كيجيني العبار هو هذاك صافي. من بعد ملي كيطيب كيجي هكا محمر من الفوق هذا راه طيب غير خليته لتحت شي شويه باش يبقى ليا شويه سخون انا راه طافيه عليه من التحت وهذا من الفوق ملي كيدير لكم هذوك الفقاعات راه واخا كيدير دوك الفقاعات ما غير خليوهم يتحمروا خليوه حتى يتحمر كامل واخا كيكونوا هكا هما تحمروا دابا مازال غادي يجي يتحمروا الجناب الاخرين وغادي يجي زوين ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال كالينتي اللي وجدت معكم اليوم كيجي المنظر ديالو زوين والمذاق رائع كنتمنى ان شاء الله تجربوه. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. انا غادي نقسم معكم باش تشوفوا حتى السمك ديالو كيفاش كيجي كيجي رائع كنتمنى ان شاء الله تجربوه. ضيفوا عليه شوية ديال الكمون والملح من الفوق وشكرا ومع السلامة.